يقول النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، عمرة في رمضان تعدل حجة معي. يقول: كيف يعمل من أراد أن ينال هذا الأجر وهو مقيم في مكة؟ لأنه ليس من السنة إذا دخل الإنسان مكة معتمرا أن يعيد العمرة مرة أخرى. إذا دخل مكة معتمرا يكفي هذا، إذا دخل مكة معتمرا هذا يكفي. إذا كان هذا في رمضان ودخل إلى مكة بالعمرة حصل له المقصود ويعتمر في رمضان، ولا يحتاج يكرر العمرة ويخرج مرة ثانية وثالثة ورابعة. جلوسه في المسجد الحرام، طوافه بالبيت، صلاته في المسجد الحرام الواحدة عن 100,000 صلاة، تلاوته للقرآن في المسجد الحرام، صلاة النافلة في أوقات النوافل، هذا أفضل له من العمرة، أفضل أنه يخرج إلى العمرة. ثم أيضا الملاحظ أن هؤلاء الذين يكررون العمرة يضيقون على الناس، يضيقون على الناس جدا. أكثر اللي يطوفون الآن ويسعون أكثرهم يكررون العمرة، يضيقون على الناس. لو ما يطوف ويسعى إلا القادمون فقط ما حصل هذا الضيق ولا حصل هذه المشقة. لو تركوا المطاف والمسعى لغيرهم لحصل على المسلمين السعة والتمكن من أداء المناسك، لكن هؤلاء يضايقون الطائفين والساعين بتكرارهم العمرة مرة بعد مرة ومرة بعد مرة وهكذا. نعم.